السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب. اليوم بدي أورجيكم خطوة بخطوة شلون بدنا نسوي ستاند للببغاء. فشباب خليكم معي وخليكم عم تتابعوا. أول شي نحن جبنا خشبات وعم نقصهم يكونوا بقد بعض نفس الطول مثل ما لكم شايفين، هدول الخشبتين نفس الطول. تاني شي شباب بدنا نعمله ونجيب خشبة مثل ما لكم شايفين، أي خشبة بس تكون شوي عريضة. محل ما عم بحط إيدي بدنا نحط هدول الخشبات. هلا في طريقة بدي اورجيكم اياها، بنجيب خشبات صغار مشان ناخذ نحن القياس اللي بدنا اياه، مثلا خشبة بهالعرض او اعرض منها بشوي ما بتفرق، فنحن بدنا القياس اللي يناسبنا. وهلا شباب بعد ما ناخذ القياس اللي بناسب، اول شغلة بدنا نعملها هلا بدي اورجيكم اياها، بنجيب الخشبات الطوال اللي قصيناهم نحن اول شيء. شايفين شباب هاي الخشبة اللي قصيتها اول شيء، انا بدي ادقلها بسمار، شوفوا من فوق. شايفين شباب من تم ندقه لحتى يبين من طرف الثاني، ومنجيب الخشبة الثانية كمان بنعمل فيها نفس الطريقة، بس ولكن البسمار يكون بنفس المسافة اللي دقينا فيها البسمار الاول. شايفين شباب وقت اللي ببين من تحت خلاص بنتركه. هلا بقى بنجي على الخشبات يلي بدنا نستعملهم، هاي القياس العرض تبع الستاند اللي بدنا اياه. هون شباب انا بالفيديو في عندي، شايفين هدول محل ما حطينا البسمارين، شايفين شباب محل البسمارين، شوفوا شلون بده يساعدنا لنثبت الخشبة الصغيرة على الكبيرة. شوفوا الطريقة ما اسهلها، شفتوا شلون شباب محل ما دقينا البسمار رأسا حطيناها وثبتنا الخشبة. وهي الخشبة الثانية شوفوا شلون، منتبهين شباب؟ فورا حطيت عليها ودقيت البسمار، هيك بكون ثبتت. شايفين شباب هلا نحن ايش بدنا نعمل؟ بدنا نجيب كمان خشبتين من عدا هدوليك خشبتين القصار، خشبة بنحطها بالنص وخشبة بدنا نحطها من تحت. هلا بورجيكم الطريقة بشكل صحيح، ولكن هي انا بورجيكم اياها بشكل تقريبي. فهلا انا اول شي بدي ادق الخشبة من تحت اثبتها ببسامير نفس الطريقة الاولى، نفس ما عملنا اول شي، ولكن انا هون ما كنت مثبت البسامير بالاول. شايفين شباب طريقة كتير سهلة، بنحط البسمار وندقه بيثبت معنا، هو بالاخير بدي يطلع الشكل مثل الاطار. وطريقة دقه شباب كتير سهلة، يعني طريقة الدق ما هي صعبة نهائيا، يعني مثل ما قلنا بدي يطلع مثل اطار الخشب، رأسا بنحط البسمار ومندقه، فهي بس تثبيت، عبارة عن تثبيت. حتى شباب اذا بتحبوا بدل البسامير تستخدموا براغي فكمان بتطلع امكن. هلا شباب بالنسبة لهي الخشبة اللي انا بحطها بالنص مثل ما لكم شايفين، هاي الخشبة انا بالنسبة لي بدي احطها بالنص، تمام؟ ولكن انتو بتحسنوا تعلوها بتحسنوا توطوها على كيفكن، انا بالنسبة لي بدي احطها بالنص مثل ما لكم شايفين، نزلت حصر لانه انا قايسة بنفس عرض هدوليك الخشبات، يعني هدول الخشبات الثلاثة اللي فوق واللي تحت واللي بالنص نفس القياس تماما، نزلت بمكانها حصر. وهلا نحن ايش بنعمل؟ بنجيب ايضا بسامير ومندقه ومنثبته مثل ما لكم شايفين، طريقتها كتير كتير سهلة، يعني الطريقة سهلة كتير، يعني ابدا ما فيها اي تعقيد. شايفين شباب هلا هيك حاليا بنعتبر انه الستند تقريبا خلص. شايفين الستند تقريبا خلص، يعني واقف تمام. جبنا القاعدة، هي خشبة شوي عريضة، كل ما كانت الخشبة أعرض وأثقل كان أفضل. بنثبت هذا الإطار عليها، شايفين كيف؟ جبت البسامير ودقيتهم على القاعدة. مثل ما قلت لكم شباب إذا بدكم تستخدموا البراغي فالبراغي أيضا كتير كتير مناح وأيضا ماكنين. شايفين شباب؟ يعني البراغي إذا بتستخدمون أمكن حتى من البسامير. هلا هيك عنا صارت القاعدة ثابتة والستاند ثابت. أنا حتى البسامير ما يطلعوا من تحت من الخشبة طعشت البسامير بس فقط لا غير. وهلا هيك ستاند واقف
وتقريبا صار جاهز. تمام، تقريبا الستاند صار جاهز. خلى ولكن انا بدي احط اضافة صغيرة من عندي لهذا الستاند. انا بدي احط برغ صغير بنص هذا الستاند، يعني تقريبا بنصه. هلا بدي احط هذا البرغ الصغير، وهلا بتشوفوا ليش بدي احطه وشو بده يفيدنا. شايفين شباب هاي البرغي ضقيته انا في نص الستاند من فوق. تمام، شايفين شلون شباب. هلا منجيب هاي المرجوحة هاي يلي بيوقفوا عليها الطيور. شوفوا شباب، هلا نحن بالنسبة لنا بنحسن نثبتها تثبيت على البرغي فرد مرة، ولكن شوي بتصير عادي. نحن علات المرجوحة وطولها نحن المتحكم فيه. أنا بدي أجيب شقفة تيل، تيل عادي، وقطعته على كيفي، وأثبت التيل على هذا البرغي اللي حطيته فوق. شايفين شباب، هذا التيل أنا طعشته على كيفي، شايفين شلون، يعني سويته بشكل حلقتين، واحدة من فوق واحدة من تحت. حلقة بحطها بهذا البسمار بهذا البرغي، وهلا بدي أدق البرغي عليها. والحلقة التحتانية بدي أعلق عليها هاي المرجوحة. مثل ما قلت لكم، هاي التيلة احنا محسن نطولها ونحسن نقصرها على كيفنا. يعني هاي محسن نطولها، نحن محسن نقصرها على كيفنا. هلا بالنسبة لنا لحتى شوي تطلع يعني ماكنة وما يطلع التيل هذا من البرغي، انا رايح اشدها بالبانسة مشان تصير الحلقة كتير ضيقة على قياس البرغي. مثل ما لكم شايفين، يعني ما في اي صعوبة نهائيا، ما في اي صعوبة. هلا مندق البرغي مشان يكمش التيلة، وبالنهاية شوفوا شلون شباب بده يطلع معنا الشكل. منعلق المرجوحة وشوفوا بالنهاية شلون صار الستند. شايفين شباب النتيجة النهائية طلعت ولا اروع، استند رائع لطيور الكوكتيل بأقل تكلفة وبأشياء موجودة بكل بيت. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.